كيفك؟ اهلا كابتن، شو الاخبار؟ شو عامل؟ الحمد لله، شلونك انت؟ عندي فكره كثير حلوه. اي زين، قول. شو رايك تسافر على اليونان؟ طالب اجرب طيران بسكايز. اكون طالب طيران بسكايز. يلا ليش لا، ما عندي شيء. يلا جرب اكون طالب طيران. يلا نجرب ونرجع للبحر. اهلا وسهلا حبيبي، الحمد لله. كيفك انت؟ والله الحمد لله. شو هيدا؟ شوني لبيس؟ لا اليوم ما نصور طلاب، اليوم حنصور نفسنا. يلا طلاب. اليوم علي رح يكون تلميذ بالاكاديميه، رح نبلش من هون، ناخذ جوله بالبدايه. تفضل. يلا اوكي، نحن هلا بالريسبشن رح نبلش نتعرف على الموظفين. هلو ارتيماس. هلو، هاو ار يو؟ ارتيماس هي الادمشنز مانجر. هيدا البايلوت شوب، هذا مكانك المفضل، هذا اللي هون لايبراري اذا حدا بده يشتري شي كتاب. ادمنستريشن مانجر. هلو فينيا. هلو، هاو ار يو؟ اوكي، هون عندنا ادمنشن مانجر، هون الاوفيس تبعها. اوكي، هون اوبريشنز مانجر. هلو ماتينا. هلو، هاو ار يو؟ عندو هون الهيد اوف تريننج اللي حنشوفه بكره بالمطار بالكسندروبولي. يلا هاي الغرفه، غرفه سيتي كي اي، عم يعطي صف فوق لهبات شوي رح نرجع نحكي معه. هون غرفه الكومبلاينس مانجر، وهي الغرفة هي الميتينج روم. هون بصيروا الميتينجز لنشتغل على الأكاديمية. هاي الطيارة. هالبورد عندك صور الطلاب اللي تخرجوا من الأكاديمية. هاي الغرفة غرفة السيميليتر، طيران تشبيهي. هون طلاب بيتعلموا على الاي ار، الانسترومنت ريتنج والام سي سي. I'm Artemis. I'm the admissions manager here in Skies Aviation Academy. I've been in the aviation sector in 5 years now. I'm responsible for all the documentation that needs to be filled before they arrive in Greece. I help them with the setup here and I have all the communication for everything. Hello, I'm Fenia Ifanti. I'm a lawyer and I have been with Skies for 5 years now. I'm the administration manager and I'm also the one who guides the students through their theoretical examination and their visa and residence card applications. Hello, I'm Matina. I'm a civil engineer. I've been working in Skies for 11 years. I'm operation manager. So I'm in charge for the smooth operation of the school. Also, I guide students through their flight phase. My name is Captain Christos Chinas. I work here. I'm the CTKI, Chief Theoretical Knowledge Instructor. I work for 8 years in Skies Academy. My job is the managing of ground school, also teaching and the coordination of theoretical knowledge. My name is Olympia, I'm flight instructor working for Skies and now we are in the simulator. Okay captain, وهسه حاليا احنا وين راح نروح؟ حنطلع على الصفوف على الطابق الثاني. يعني حاحضر صف؟ رح تحضر صف. حلو، تلميذ عن جد. لطيف، انا عاده يعني اصور الطالب من يدخل الصف، بس اليوم انا اريد اعيش هذا الشعور حتى المشاهد اللي يباوئ من يدخل الاكاديميه يعرف الفكره من يدخل، يكون بيومه الاول شلون اتعرف على الاساتذه، شلون اتعرف على الموظفين. بعدها اكيد راح نصعد على الصف. راح تحضر وياي بالصف؟ لا انت بس حتحضر بالصف. يلا تمام. طبعا بالمناسبه طلعونا من الريسبشن ومننا على الجانب الايمن نصعد للطابق الثالث اللي موجوده بالصفوف. خلونا نتعرف على الطلاب ونحضر الصفوف. اوكي كابتن، هسه احنا صعدنا بالطابق الثالث هذا، شنو هسه شو اسوي؟
هلا رح نفوت نحضر صف مع حدا من الطلاب، رح نفوت على الاير فريمز اند سيستمز وعلى الانسترومنتيشن. يعني انا وياك ان شاء الله نحضر؟ لا لحالك رح تحضر كمان نفس الشيء. زين على واسو يا منفوت. اوكي تمام احضر صف، حتى بعدها يا ريت عرفنا على طلابك. كلهم رح نحكي مع كل تلميذ لحاله ان شاء الله. حلو يلا نبلش. يلا Hello again, guys. We will have a new student with us for today, Ali. Hello, Ali. Hello. So my name is Yanis. I will be the instructor for today. We are doing a subject of instrumentation. Here in Skies Aviation Academy, we prefer to have the students in the classroom, of course. But because getting a visa can take some time for some students, we have the classroom with the students that already have a visa or they do not need to have a visa here in the classroom. And then the rest can attend for the first stages, at least online, until they have some time to get their own visas. Okay? Okay. For the students who are already here, there will be the presentation here on the board. They can, of course, every student can ask whatever they want. And for the students that are online, we have the presentation, of course, that is also presented to them with a sound system that is able to provide good sound quality for those people. We have two cameras that are able to show with good quality. If we need to write down something on the board, the camera here is capable of with autofocus and is able to also zoom in on the board in case we need. And I also have a pad here where I can write down stuff, information, right into the computer so that everyone is able to get the information as if they were here in the classroom. So we will be continuing the presentation here on instrumentation. For the people online, I am also equipped with a microphone, and there is also another microphone so that they can participate also in the classroom. It's a simulation as best as we can, like they were here. Okay. So for now, before the break, we were talking about magnetism. We saw some general information about magnetism. Hello, my name is Mary Vlahou. I'm a physicist, MSc meteorologist from Reading University, UK. I work as a meteorologist for about 20 years, and I'm teaching in Skies Aviation Academy the course of aviation meteorology. Hamad Hussein من الأردن بدرس طيران ATPL في أكاديمية Skies. Hello, my name is George. I'm 27 years old. I'm from Greece. And I'm studying ATPL in Skies Aviation Academy in the last 6 months. Hello, I'm Marco. I'm 24. I'm from Belgium and I'm studying in Skies since 6 months. Hello, my name is Clary. I'm from Greece. I'm 26 years old and I study ATPL in Skies Aviation Academy. اسمي عبد الرحيم كوته من الأردن بدرس طيران مدني بسكايز Aviation. Hi, my name is Daniel Owando. I'm 19 years old. I come from Panama and I'm studying ATPL in Skies Aviation Academy. أنا الطالب بشار أبو عابد، عمري 19 سنة، بدرس بسكايز أكاديمي. خالد المايس من لبنان، عم بدرس طيران بأكاديمية سكايز أفيشن أكاديمي، عمري 18 سنة. اسمي عباس محمد، أدرس الطيران بأكاديمية سكايز، صار لي 6 شهور هنا. اسمي سجاد من العراق، أدرس بأكاديمية سكايز للطيران، عمري 20 سنة. مرحبا، اسمي سيلين الشريف من فلسطين، عمري 18 سنة، عم بدرس طيران مدني بسكايز أفيشن أكاديمي في اليونان. Hello, my name is Ioannis Odysseas Tsiakiris. I am a ground school instructor at Skies Aviation Academy for the last 3 years, and I've been teaching instrumentation, the subject of instrumentation from stage one
mass imbalance from stage 2. I'm very satisfied with Skies Aviation Academy and with my students. مرحبا اسمي جميل من سوريا بدرس طيران مدني في أكاديمية Skies Aviation Academy. أنا عمر خير الله عندي 19 سنة من مصر وبدرس Skies Aviation. أنا أسامة الفلاح من المغرب بدرس طيران مدني هنا في أكاديمية Skies Aviation. سجادة سائل كناني عمري 21 من العراق أدرس طيران مدني Skies Aviation Academy. أوكي كابتن هسا إحنا كملنا كل شيء كملنا الدروس وين ما أخذنا جوا بالطابق الجو إحنا كنا بالطابق الثالث طبعا صح هوني بعد عنا أكسترا كلاسز معلمك هوني صفوف زيادة عشان إذا أجل طلاب مكان حلو هنا أوكي عندك هوني كمان أوفيس للإنستركتورز يعني عندنا صفوف بالطابق الثالث وعندنا صفوف هنا بالطابق الجو السفلي. السفلي يعني هذا صح جو الريسبشن يصير في حال انه الطلاب عددهم هواي او كذا يقسمهم على في على الطلاب اكثر من المطلوب في صفوف زياده للطلاب ونفس النظام اللي شفناه هناك راح اصورها لكم طبعا نفس النظام الموجود بالطابق الثالث موجود هنا 100% هاي حلو مشايفها بغير مكان واضافه كلش حلوه اوكي كابتن شلون كان الجوله ليومك الاول اللي مش انا صراحه والله الجوله حلوه وشباب شكرا جزيلا اخر اثنين من الشباب الطلاب ما شاء الله كلهم اليوم ساعدونا وكانوا يعني الولد ما قصروا وياي ابد والولد ما قبلوا قالوا الا نوصلك للفندق يلا مو بس محاضرات نحضر وياك فهسه شنو نروح للفندق ان شاء الله وين شو نسوي بالفندق لا غير نفطر ببريا نشوف ايش بيها هم صدق انت جاي جاي انت جاي للاكاديميه فلازم نشوف مكان الاكاديميه فما طول احنا باكر رايحين المطار اللي موجوده به الاكاديميه اللي هو مطار مدينه الكسندر بولي بس اليوم لازم ما طول شفتوا الصفوف وشفتوا كل شيء يخص الاكاديميه فخلونا ناخذ جوله بسيطه بهاي المدينه حتى تعرفون خياراتكم والطلاب شلون يقضون وقتهم يعني بوقت الاستراحه وكذا يلا نشوف يلا شباب